العوافي ويعطيكم العافية. اليوم رح نتناول بالفيديو موضوعين أساسيين طرأ اليوم واحد منهم والتاني كان من المنتظر أن يتخذ فيه قرار اليوم ولكن تم تأجيله. أكيد عم بحكي عن موضوع تحويل جلسة تثبيت الحجز على أملاك رياض سلامة وخيو رجا، ولكن في كتير ما بيعرفوا أنه بنفس الدعوة كمان بطلب الحجز في أملاك لنجيب ميقاتي وطه ميقاتي لم يذكرهم الإعلام، ولكن نحن عم نذكرهم لأول مرة، خاصة أنه في كتير هلأ من المؤسسات الإعلامية مواقع التواصل اعتبروا أنه قرار تأجيل بمحكمة استئناف باريس هو نقطة لصالح رياض سلامة أو لنجيب ميقاتي أو كل هودي المذكورين بهذا الملف. لا، رح نشرحها بالتفصيل على الشكل التالي، خاصة أنه رح بلش هذا الملف بموضوع الفيديو. أولا، كلنا كنا عارفين أنه في قرار بده يصدر أو حكم نهائي بده يصدر عن محكمة الاستئناف بباريس لي كمان فيه الرئيسة أود بيغيزية يلي هي مدعية على رياض سلامة ويلي عندها جلسة استدعته على التحقيق ب 16 أيار الجاية بفرنسا، وكمان رح نحكي بهيدي النقطة بالتحديد لأنه كمان عم بيتفزلكوا وسائل الإعلام يلي بتحب تبيض صورة الفاسدين واللي مرتكبين جرائم مالية بلبنان، خاصة فيما يتعلق برياض سلامة بالتحديد. رح نقول لهم أنه افترضوا ما اجى رياض سلامة على الجلسة سيصار الى اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، علما انه بين لبنان وفرنسا ما في اتفاقية استرداد مطلوبين، ولكن يجوز للقضاء الفرنسي ان يطلب من النيابة العامة التمييزية يعني من وزارة العدل بواسطة النيابة العامة التمييزية بلبنان ان تسترد رياض سلامة في حال اصدرت مذكرة توقيف غيابي عليه. هلا اكيد ما في اتفاقية استرداد مطلوبين بين لبنان وفرنسا، ولكن الرئيسة أود بيغيزي عندما تصدر مذكرة توقيف غيابية أكيد راح تحولها على الانتربول، وهون بصفي النيابة العامة التمييزية بلبنان ملزمة بتنفيذ التسليم في حال وردت ضمن 3 أيام من تاريخ إعلام النيابة العامة التمييزية بمذكرة الانتربول يلي تحولت من مذكرة توقيف من فرنسا سلطات قضائية فرنسا للانتربول الدولي. فإذا بموضوع تأجيل الملف اليوم منحب نطمن الناس والمؤسسات الإعلامية يلي بتقبض من رياض سلامة حق الموقف وحق إعلان الموقف. التأجيل هو أمر طبيعي، ليش؟ لأنه ما كان في عنصر أساسي بهيدي الدعوة، ما كان موجود قبل تاريخ ادعاء الدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا والاستشارات بوزارة العدل بواسطة الرئيسة القاضية هيلين اسكندر. بالتالي كلكم تتذكروا لما طلبت من انه مش طلبت يعني قلت موقف وبلغته للرئيسة هيلين اسكندر عبر الهوى انه بتقدر الدولة اللبنانية او هيئة القضايا والاستشارات بانه تتجاهل توقيع وزارة المالية على تعيين محامين للدولة اللبنانية للاشتراك بالاموال المحجوزة بفرنسا عبر تعيين محامين مجانا، يعني ما بيتقاضوا اتعاب نتيجة تمثيلهم الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا والاستشارات بوزارة العدل. وهيك صار، طلبت من محامين تعينوا وقبلوا التعيين مجانا بدون اتعاب، وبالتالي ما بقى بحاجة لتوقيع وزير المالية اللي كان عم بيعترض اللي كان ما بده يوقع، تعرفوا لانه نبيه بري بهمه يحاسب رياض سلامة، سو ما رح يوقع اي مرسوم بيتعلق باشتراك الدولة اللبنانية. فصارت هيدي القصة. هلا العنصر الجديد انه الدولة اللبنانية بواسطة هيئة القضايا والاستشارات قدمت طلب اشتراك بالحجز. ليه؟ بالدعوة اللي موجودة بمحكمة استئناف باريس، لانه في حال صار الحجز تنفيذي من المحتمل اذا الدولة اللبنانية ما طالبت بهيدي الاموال او ما اشتركت بالحجز فيها بصدر القضاء الفرنسي، يعني عندنا مبالغ تفوق 350 مليون دولار مليون يورو، كان من المحتمل في حال ما تدخلت الدولة اللبنانية بالحجز يصدرون القضاء الفرنسي، لأنه ما في جهة دولية أو جهة لبنانية عم تطالب فيهم طالما هودي أموال عامة مش أموال خاصة. فإذا أو تم الإثراء غير المشروع بأموال خاصة من أموال عمومية،
ثانك يو. فاذا هيدا الموضوع قدم الطلب، كان رايح اليوم لاصدار الحكم بتحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي، طلبوا طلب الاشتراك، قدموا طلب الاشتراك في الحجز. بالتالي يجب على محكمة الاستئناف بحسب القانون الفرنسي المدني المتعلق بالحجوزات انه تجاوب على هيدا الطلب وتفتح المحاكمة. بالتالي اجلت الجلسة الى موعد لاحق ب 23 ايار الجاية للبت بطلب تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي وتثبيته. فاذا هيدا اجراء عادي وطبيعي، لانه الدولة اللبنانية اللي ما كانت ممثلة بالدعوة سابقا هلأ صارت ممثلة، وبمجرد تقديم مذكرة بيطلبوا فيها فتح محاكمة نتيجة طلب الاشتراك بالحجز. يجب على محكمة الاستئناف لحتى نفسرها للكل بشكل مفصل وسهل انه تفتح المحاكمة لا تبت بالطلب، يا اما بتقبله يا اما بترفضه، وعلى هيدا الاساس بتاخد الحكم، تاخده اخدته ل 23 ايار. هلا كمان في الى عبرة، في ناس عم تسأل ليش اجلوه ل 23 ايار. التأجيل ل 23 ايار له اهدافه القضائية القانونية. ليه؟ تبعا للاجراءات البروسيدور اللي بيعملوها، لانه رياض سلامي عنده جلسة بدعوى جزائية ضده بإسراء غير مشروع، تبييض أموال، اختلاس، تزوير واستعمال مزور. تقدمت فيها يعني جمعية ما بدي أقول اسمها هلأ، بعدين منجيب اسمها سيرتها. تقدمت فيها هيدي الجمعية قدام القضاء الفرنسي، وبالتالي حدد موعد جلسة لاستجواب رياض سلامي. هلأ التأجيل ل 23 أيار هو ليشوفوا الإجراء في حال رح يحضر رياض سلامي كونه بيتمتع بالجنسية الفرنسية. إذا رح يحضر بيستجوبوه، على هذا الأساس كمان يبلغ مباشرة طلب تحويل حجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، لأنه هي بحساباته بأملاكه بأسهمه بعقاراته بشركاته مع رجا سلامي خيو مع طه نمئاتي ونجيب مئاتي. وفي حال ما اجى رح يصدروا فيه مذكرة توقيف غيابية ويرجعوا يحولوها للانتربول لحتى تتنفذ، بما انه لبنان وفرنسا منهم موقعين على اتفاقية تبادل المطلوبين او الموقوفين بالدولتين. فاذا هيدي هي رسميلة، ما حدا يكبر الموضوع وما حدا يقول ايه القضاء الفرنسي لعبت فيه السياسة لحتى يأجله، وما يحملها رياض سلامي ويفكرها نصر له او اعطائه فسحة اكسجين لحتى يتنفسها من هون ل 23 ايار او من هون ل 16 ايار تاريخ موعد جلسة جزائية قدام قاضي التحقيق الفرنسي اللي هي الرئيسة اود بيغيزي. فبالتالي هيدا الموضوع هالقد بيحمل، ما فيكن تحملوه اكبر من ما بيحمل. القصة بس اجراء عادي طبيعي نتيجة طلب اشتراك بالحجز المقدم من الدولة اللبنانية، ويجب على محكمة الاستئناف انه تأجلها للبت بهذا الطلب. خلصنا من هيدي النقطة. النقطة الثانية بهيدا اللايف